سلام عليكم. واختراع جديد للريزن وهي اطباق الريزن المخصوصة لرمضان. هنتعلم مع بعض النهاردة ازاي نقدر نعمل الطبق المقوس وكمان الطبق المسطح وازاي نقدر نرفعه من على الترابيزة ما يبقاش لازق في الترابيزة. كل التفاصيل هتلاقوها في الفيديو. معاكم تسبيح وده فيديو ريزن جديد يا رب يعجبكم. يلا بينا نبدأ. هنحتاج معانا ايه؟ هنحتاج معانا انا بستخدم اكبر قالب في الستاند، ممكن لو انتوا عندكم قالب مدور ومقفول من غير خرم يبقى احسن لكم. كمان نوع الرزن اللي انا بقدر اوفره لاي حد موجود هنا في قطر تقدروا تتواصلوا معايا اوفره لكم. كمان كوبايه كبيره اللي انا بعير بيها عندي من علي اكسبريس وميزان والولاعه، ولو عندكم هوت ارجان يبقى تمام قوي. وكمان مجموعه الالوان المايكا والميتاليك والاكريليك. ويلا بينا نبدا. ركزوا بقى معايا في الجزئية دي جدا. الجزئية دي هتتعمل مرة واحدة بس وهنطلع منها طبقين. انا هوريكم لو احنا عايزينه مسطح هنشتغل فيه في اني مرحلة وهنعمل فيه ايه، وازاي هنقدر نرفعه من على الترابيزة ما يبقاش لازق في الترابيزة عشان يقدر يستخدم صح، ولو عايزينه مقوس في اني مرحلة بالظبط هنعمل ايه. المهم ان مرحلة الصب والتلوين انا مش هعيدها مرتين، فركزوا معايا وكملوا الفيديو كله عشان ما تتلخبطوش وتقعش منكم اي نقطة. دلوقتي عشان نخلط الرزم بنجيب الميزان مقفول، نحط عليه الكوباية، وبعدين نفتح الميزان نحط الرزن، وبعدين نقفل الميزان ونفتح تاني نحط الكمية المناسبة للهاردنر. ويرجع الموضوع دوت لنسبة النوع اللي انتوا اشتريتوه. انتوا بتشتروا نوع رزن الراجل بيقول لكم النسبة بتاعتكم كذا لكذا، انما ما فيش نسبة ثابتة خالص. خلاص بنقلبه في اتجاه واحد بشويش علشان نتفادى ظهور البابلز، وبعد كده نسيبه 3 دقائق كده والحاجة يهدى وبعد كده نبدأ نشتغل. انا قسمته في الكوبايات اللي قدامكم دي. هبدأ أحط دوت ذهبي ميتاليك. الذهبي الميتاليك مختلف عن الذهبي المايكا. الذهبي الميتاليك بيدي لسعات ذهبي كده ظاهرة، الذهبي المايكا بيدوب قوي، فأنا بحس إن ده فرق بينهم. المهم إن أنا ده شايفين اللي في إيدي ده ميك اب، فأنتوا اللي ما عندوش ألوان مايكا يقدر يستخدم ألوان أي شادو ميك اب عادي جدا مفيهاش أي مشكلة. زي ما أنتوا شايفين أنا خلطت حبة ريتم بوصات في الذهبي، وخلطت ابيض اكريليك، وكمان الناحيه الثانيه ابيض مايكا، ومعاه الفضي اللي هو الميك اب. بس ابيض المايكا مش بيدينا ابيض طبعا، بيدينا لؤلؤ، لون لؤلؤي كده جميل جدا الصراحه. خلاص هنقلب الالوان بتاعتنا حلو ونجهزهم علشان نبدا نشتغل بيهم. طبعا انا بقلب هنا يا جماعة بسرعة جدا لان انا مجرية لكم الفيديو عشان ما ضيع لكمش وقتكم، انما احنا بنقلب بشويش لان كل ما هنقلب بسرعة كل ما هندخل هوا ونعمل بابلز ونبوظ الرزم بتاعنا. خلاص نبدأ نجيب القالب بتاعنا بقى عشان نشتغل فيه. لو انتوا عندكم قالب كبير دورانه اكبر وكمان ما يبقاش بخرم ده يبقى تمام قوي، لو ما عندكمش احنا نقدر نستخدم القالب بتاع الستاند ونقفل الخرم بتاعه بعد كده لما نطلعه هتشوفوا ده هيحصل ازاي. اول حاجة هنبدأها ان احنا هنحط شفاف في النص ونبدأ بقى ندرج الالوان بتاعتنا على الاطار كله، كل واحد حسب الديزاين اللي هو عاوزه. بس انا كنت حابه اعمل الابيض مع الاوف وايت اللي هو اللؤلؤي وفيهم تاتشات بالدهب بيدوا شكل حلو جدا. حسن هو يبقى طقم شيك يعني. انا هستنى طبعا ارائكم كلها، ويا ريت اللي لسه لغايه دلوقتي مشتركش في القناه لا شجعوني ودعموني وبلاش تكسلوا، انتوا مش بتخسروا اي حاجه بس انا بكسب ان هو دعم، وان انا احس ان انا فيديوهاتي ليها متابعين وفي ناس عاوزيني اشتغل اكتر واكتر واعمل لكم افكار كمان علشان دايما اعمل لكم حاجات مميزه. طبعا يا جماعه الاطباق بتاعت رمضان دي فكرتي، يا رب تكون عاجباكم، وبالذات لان انا جمعت معاهم شغلي بتاع استئصال حراري. انتوا هتلاقوا عليها فوانيس وقطايف وسمبوسه، دول طبعا انا بشتغلهم باستئصال حراري، تقدروا تشوفوهم. كمان ليهم فيديوهات خاصه هنزلها لكم في الديسكربشن بوكس وفي اول تعليق ان شاء الله هحط لكم اللينكات بتاعتهم بتاعت الفيديوهات دي لو انتوا تقدروا تعملوها. لو مالكمش في الموضوع ده تقدروا تستخدموا حاجات تانية، جيبوا فوانيس حقيقية من الصغيرة اللي بتتباع في الميداليات وحطوها، ممكن تحطوا افكار كتير جدا تقعدوها في النص يعني. بصوا انا اللي هنا عملته ان انا بزود حبة ريزن لان كنت عايزة حبة ريزن شفاف.
علشان فكرة الديزاين هنا ايه؟ ان احنا بنعمل دوائر دوائر من الالوان ونروح حاطين في النص شفاف كتير، فيروح زائق كل الدوائر دي على بعض البرة وبعدين يرجع يدخلوا تاني لجوه. هنا بقى بيظهر كل الرياكشن وكل التأثير بتاع الرزن الجميل اللي بيعجبنا. هنا انا كنت بحط سيور ذهبي خفيفة كده زي ما انتوا شايفين، يعني مش بعملهم دوائر، لا انا بعملهم كده بس، والحركة بتاعت الشفاف هتزق بقى الذهبي في الابيض وكلهم يعملوا ايه بقى الشكل الحلو اللي بيعجبنا. هبا انتوا لسه قاعدين محدش داس لايك، يلا جماعة دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو هي عجبكم عشان ان شاء الله تشوفوا فيديوهات احلى واحلى. كمان ما تنسوش تتفرجوا على السلسلة بتاعت رمضان، هتلاقوا فيها صلصال حريري وهتلاقوا فيها رزن وهتلاقوا فيها شغل من السنة اللي فاتت وشغل السنة دي، ويا رب يعجبوكم. هو خلاص ده يعتبر اخر فيديو للبلاي ليست دي او لسلسلة رمضان، ده اخر فيديو في الكولكشن بتاع السنة دي، وبعد كده هنبدأ نشتغل فيديوهات عادية تاني. خلاص انا خلصت كل اللي عملته في رمضان، يا رب يكون كانت الفيديوهات حلوة وتكونوا عملتوا منها شغل حلو ويعجبكم. واللي عنده اي اسئلة طبعا يكتبها لي وانا ان شاء الله ارد على كل حاجة، وقولوا لي برضو ايه الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها في الفترة الجاية، وانا ان شاء الله مجهزة ان انا هعمل لكم، يعني حط حاجات كتير قوي في مخي ان انا اعملها الفترة الجاية، وان شاء الله دايما اعمل لكم حاجات مميزة وحاجات مفيدة وتعجبكم زي ما انتم متعودين. شايفين اهو انا بعد ما زقيت بالشفاف نقعد نعمل تكتشر كده بس علشان يدي شكل حلو، وكل التكتشر ده لعلمكم هيتغير لما كل الريزن يجمع تاني في النص. انا حبيت ان انا احط لون كمان في النص علشان خاطر مش عايزاها شفافة قوي، عاوزاها تبقى متغيرة، رغم ان خدوا بالكم ان انا في الديزاين بتاعي المنطقة اللي في النص دي هتتغطى بالفانوس والسمبوسة والقطايف الحاجات اللي انا بحطها. خلاص ممكن طبعا تعملوا الطبق من غير اي حاجه. بصوا بقى يا جماعه، هنا انا سبت لما الريزن خلاص اخد ودة مع بعض واتجمع وبقى الحركه بتاعته بقت ضعيفه، بس شايفين هو مازال مش يعني ما تصلبش، بس بقى يعني بقى لزج شويه. هبدا احط تاثيرات صريحه بقى شويه من الذهبي علشان تبقى واضحه في الديزاين، ما كنتش عايزاه ان هو يبقى ناعم قوي الذهبي، لا عاوزه حاجات صريحه وظاهره. وما زال الرزن لسه بيتحرك حركة بسيطة قوي، فهي يعني هيدخلوا بعض. شوفوا هنا شكله بعد ما نشف، خلاص سيبناه ينشف وبطلعه من القالب دوت. يا جماعة الطبق الاولاني وهو المستقيم، اوكي هنخدوا بالكم عشان ما تتلخبطوش لما هندخل في الطبق المقوس. انا جبت هنا الذهبي الاكريليك الميتاليك اللي انا بشتغل بيه، وهبدأ الون كل الاطراف الجانبية بتاعت الطبق. في طبعا بقى ممكن تلونوا ببوية، ممكن بوية ذهبي، وده انا هعمل لكم بيها فيديوهات ان شاء الله، وممكن تلونوا بماركر. شايفين شكلها؟ انا دلوقتي عايزة ارفعها عن سطح الترابيزة، فاللي انا عملته ان عملت كوستر شفاف حسب بقى السمك اللي انتوا عاوزينه براحتكم. انا الكوستر ده انا كنت عاملاه قبل كده ما استخدمتوش، قررت ان انا استخدمه هنا وحطيت عليه حبة رزن علشان يمسك في الطبق بتاعي ويرفعه من على سطح الترابيزة او كده، فالناس لما تستخدم الطبق ده تعرف تحط ايديها وتشيله. هي الفكرة في كده. انا الصراحة شفت ان الطبق المسطح حلو جدا، مشكلته بس ان هو بيبقى ممكن ماسك يعني قريب قوي من سطح الترابيزة، عشان كده عملت له الكوستر. انما هو حلو لان المساحة كلها مسطحة قدامكم تقدروا تستخدموها. نيجي بقى للطبق المقوس. قبل مرحلة ان هو يتصلب خالص، شايفين ازاي هو ما بيبصمش من فوق، بيفك من الجناب ومازال طري، انا هبدأ اعمل له التقويسة. جبت طبقين حسب الشكل اللي انا عايزة اقوسه، ورحت حط عليهم من الستريتش عشان خاطر بس ما وسخش الاطباق بالرزن، وحطيت كمان ستريتش من فوق. بس لعلمكم هو هيتكرمش وهياخد تكتشر، احنا بعد كده هنلمعه. انا بعد كده هشتغل عليه بالريزن بتاع امريكا اللي انا جبته ووريته لكم، علشان انا كده كده الطبقين دول بعد ما يخلصوا هياخدوا اخر طبقة من الريزن بتاع امريكا.
اوكي، فمش مهم عندي هو خربش هو كرمش هو حصله ايه، مش فارق معايا، كده كده انا هحط له طبقه ثانيه. انا حطيت له حاجه تقيله علشان خاطر يتكوس حلو. شايفين هو هنا اخذ التكويسه المناسبه، وانا حطاه بالقالب، انا مش شلتوش من القالب يا جماعه، خدوا بالكم انا حطاه بالقالب. هنيجي دلوقتي نفكه. بالنسبة بقى الخرم اللي في النص، لو انتم مش هتحطوا حاجات في النص زي ما انا حطيت، عادي جدا تحطوا له سيلوتيب من ورا وتروحوا حاطين فيها حبة ريزن، خلاص كده الخرم بتاعكم اتقفل. بس انا بالنسبة لي هحط حاجات في النص فمش فارق معايا. هجيب مكنة الصنفرة وهصنفر الحتة اللي في النص عشان لو حط عليها حاجة فوق تبقى مستوية، وهصنفر اطراف الطبق كله. طبعا الطبق اللي فات يا جماعه مستقيم برضو انا صنفرته، بس ما جاتش الحته دي في التصوير، والمهم طبعا ما يبقاش طالع اي حاجه انها تعور. خلاص تمام، هو دلوقتي جاهز. شايفين بقى الحاجات الحلوه دي؟ انا لان انا بشتغل كمان شغل صلصال حراري، واكيد انتوا بتشوفوا الفيديوهات، فانا حاطه لكم فيديوهات لطريقه عمل الفانوس. الفانوس ده معمول على ازاي صغيره، طريقه عمل القطايف، طريقه عمل السمبوسه. اي حد بيعرف يشتغل صلصال هيعرف يعمل الحاجات دي. خلاص انا جايباهم، ولو ما عندكمش زي ما قلت لكم تقدروا تجيبوا فوانيس معموله، تقدروا تجيبوا اي حاجه بلاستيك بقى، اي حاجه تعرفوا توفروها. وبمنتهى السهولة بقى هنعمل الرصة بتاعتنا القطايف على السمبوسة. الصراحة ادوا شكل حلو جدا للطبق ومبهج جدا ومناسب قوي لرمضان. بس وهبدأ ارتب الحاجات واشوف انا الوضعية اللي هحطها ايه. ممكن طبعا نلزقهم برزن، حبة رزن تلزقهم، وممكن كمان بالايبوكسي. الايبوكسي يعني هو شبيه جدا للرزن فما فيهوش اي مشكلة، بيمسكوا ببعض. وحتى احنا هنحط، لو حطيت بالايبوكسي او عارفين حتى اي لزق تقدروا تحطوه كده كده، لما هنصب ريزن عليه تاني هيدخل تحتيه ويمسكه. بس انا طبعا شفت ان الافضل الايبوكسي. انا هنا ما قفلتش الطبق بتاعي من تحت لان اوريدي انا هحط عليه حاجات من فوق فمش فارق معايا. بس لو انتوا عاوزين تقفلوه زي ما قلت لكم تحطوا سيلوتيب وتروحوا صابين في الحته دي حبه ريزن. زي ما انتوا شايفين انا خلطت الايبوكسي انبوبتين، بنخلطهم مع بعض بنفس النسبة، ونبدأ نحط بقى ايه القطع بتاعتنا ونثبتها. خلاص بعد ما القطع دي هتثبت، لو انتوا شغالين بقى رزن عادي خدوا بالكم ان الرزن العادي ما ينفعش الاكل يلمسه خالص، فهتحطوا طبقة رزن عادية على الطبق علشان خاطر تحافظوا تشيلوا علامات الكرمشة والحاجات دي. بس في الحالة دي الطبق بيستخدم عليه حاجات مغلفة. اوكي، وبرضو ان تستنوا لما الرزن بتاعكم يبقى تقيل شوية علشان لو هو سايح مش هيثبت على الاماكن المقوسة، انما لو هو تقيل هيمسك فيهم. انما لو انتوا عندكم زي الرزن اللي عندي اللي عملتلكم عنه فيديو قبل كده، هحطلكم برضو لينك الفيديو، هظهر لكم على جنب الصورة بتاعته وفوق اللينك بتاعه عن الرزن الصالح للأكل. انا بعت جبته من امريكا مخصوص عشان اقدر اعمل اوردرات رمضان دي. هو ده الرزن اللي انا بكلمكم عليه. دلوقتي انا الشكل بتاعي ثابت وهبدأ اصب عليه من الرزن بتاع امريكا ده. هو ده الرزن اللي صالح الناس تحط عليه الأكل مباشرة، مفيهاش اي ضرر عليه. لازم تراعوا ضميركم في الموضوع دوت، لان اي حد يتعب هو في ضميركم يعني في ذمتكم بسببكم. خلاص بس هو النسبة بتاعته 1:1، وهخلط منه وهبدأ اشتغل. طبعا انا اساسا اخدت منه وحطيت في ازايز صغيره لان الكميه دي كبيره قوي ان انا اشتغل بيها كده. وزي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو التاني ان الحاجات اللي هيتحط عليها اكل اشتغلوها كلها بالرزن العادي، واخر طبقه من الرزن بتاع الاكل، لانه طبعا يعتبر رزن غالي بالذات لان هو بيجينا من امريكا، ان انا من امريكا لقطر الشحن بتاعه كان غالي قوي، فعشان كده انا حطيت اخر طبقه بس. هنعمل نفس الموضوع، هنفتح الميزان ونحط الكوبية ونروح حاطين نسبة 1:1. لو اول مرة تشوفوا الفيديوهات بتاعتي اهلا بكم في قناتي. اتمنى ان انتوا تاخدوا لفة حلوة كده بين الفيديوهات، هتلاقوا سلسلة رمضان فيها فيديوهات للرزن والصلصال الحراري حلوة جدا جدا. ولو انتوا بتحبوا الرزن هتلاقوا عندي اساسيات الرزن، وهتلاقوا عندي افكار وحاجات مترقعة وحاجات مميزة وافكار كتير جدا مش هتلاقوها في اي حتة. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد. اهلا بكم في عائلتنا. دلوقتي يا
جماعة أنا خلطت حبة الريزن أهو، طبعا بنخلطه لدرجة إنه هيبقى شفاف. طبعا نوع دوت البابلز فيه قليلة جدا جدا جدا، أو يعني حاجة بصوا قليلة خالص، يمكن مش موجودة. حلو، وبعد كده هبدأ أصب. دلوقتي أنا عاوزة الريزن دوت يغلف لي الطبق كله، هو طبعا بالتقويصة دي. فزي ما قلت لكم حاولوا ان الريزن بتاعكم يبقى تقيل، وشايفين انا ماشيه على الاطراف خالص ازاي، عشان الريزن هينزل طبعا لتحت ويغلف لي كل اللي فوق، علشان اضمن ان كل الطبق بتاعي اتغطى بالريزن. وطول ما هو بينشف انا ببص كل ما ينزل لتحت احاول اطلع الريزن كمان لفوق واحركه، اشوف لو في اي حتة ما اتغطتش بالريزن ان انا اغطيها، عشان الفكرة كلها من الريزن بتاع امريكا ان انا احمي الطبق دوت، احمي صحة الناس اللي هيستخدموه، ان هو ما يتعبوش من الريزن اللي هو العادي. عشان كده انا بحاول احط الريزن على كل فتفوتة في الطبق علشان اضمن الموضوع ده. شايفين هو الريزن طبعا بينزل، انا بدلق بشويش عشان خاطر ما يقعش من اطراف الطبق، وفي نفس الوقت انا عايزة اطراف الطبق كلها تتغطى بالريزن. خلاص نسرع الفيديو بقى شوية علشان انتوا ما تزهقوش مني. شايفين انا بفضل احط عليه احط عليه عشان اضمن ان كله بيجي عليه وكمان هينزل لتحت. وطبعا فكرة ده انه هينزل تحت يروح للاشكال اللي احنا حاطينها، فهو هيمسكهم كمان، هيبقى لزق ليهم قوي عشان لو انتوا حاطين اي لزق تاني، وكمان هيديهم شكل حلو. بس خدوا بالكم ان لو انتوا عاملين فكرة شبه كده، ان الرزن في الاخر لما ينزل ما يملاش ويغطي الاشكال او يجي عليهم. يعني بصوا انا هنا كنت بوزع كمان بايدي عشان اضمن ان مفيش حته ما جاش عليها الرزن. لو الرزن بتاعكم خفيف مش هيبقى حلو تسيبوه ان هو يتقل، بس المهم الرزن بتاع الاكل تبقوا واثقين ومتاكدين. يعني الرزن دوت في الموقع بتاعه شهادات، وفي حاجات بتتبعت مع الشحنه، فالموضوع موثوق منه جدا. خلاص هنمشي عليه الولاعة عشان نضمن مفيش اي بابلز ونسيبه ينشف، وبكده خلصنا الطبق بتاعنا، ولما ينشف نقدر نستخدمه. يا رب يكون الفيديو كان حلو وفكرة الاطباق بتاعتي عجبتكم، تقدروا تعملوا احلى منها 100,000 مرة. ورمضان كريم عليكم يا رب، تنسوش اللايك الجميلة بتاعتكم اللي بتشجعني. سلام عليكم.